الفرق بين اللعبة هذه واللعبة الأولى، أول إن اللعبة الأولى ما فيها خلعات، هل هذه ما فيهاش؟ مع إني أنا كنت مخنس من الموضوع وقلت أكيد حي خلعونا، وهذه أصعب، حتى الألغاز تبي لهم تشغيل دماغ أكثر من الأولى. هي أسهل في حاجات وأصعب في حاجات، كل مرحلة لها جوها يعني. هذه ممكن تبي تفكير أكثر، ما تقعد خايف إن في حد يعيد من وراك، فاهم؟ أنا أول ما خشيت لقيت الفراش صراحة شكلها هكي متاع مريح، فقلت نرقد لنا لي هلبا نصور، وعارف إن اللعبة هتكون صعبة. طبعاً إحنا كنا متأكدين من اللي بنديروه وعارفين روحنا إيش بنديره، ومقسمين كل شيء من الأول وفاهمين اللعبة كيف تمشي. والله فؤاد دار مجهود كويس المرة هذه، المرة اللي فاتت كينيك يلحق بس المرة هذه دار مجهود مسكين. مع الخطر الرقدة ديك دارت راي، لأن الرقدة في الأول هي اللي خلتني نستنتج الحلول، ما شاء الله علي والله. كنا احنا كل واحد فينا فيه شخصية القائد، فأمورنا طيبة. كنا عابين علي فؤاد في حاجات، وعابين علي كامي في حاجات، وأنا عابين علي حاجات، كل واحد كان له شيء معين. عزو ما يحبش يخسر وطلع يفكر كويس يعني، العقلية كويسة يعني، ما سحبش في الألغاز والمواضيع هذين، شاطر شوي بس طلع شاطر، سحبه بتاع موسيقى بس. شعور الانتصار كويس، معلش لما نقول كابي يمشي يجري للتليفون، المشي بتاع كاميكازا هذا اللي ضحك. احنا فريق دامي اصلا، قلنا قوى معز وكابي وانا وكل حتى اللي صوروا دامين، لان احنا قاعدين ندخل. المفروض انتو دايرين الاسانسير يتحمل فؤاد، المشكله مش في فؤاد، فؤاد مسكين مسك العكوز ويجرب. لان فؤاد مسك العكوز واضح قاعد يخبط خرب حتى الاسانسير، سامحوني معلش تنادفوا حقه. انا مش حنقول ولا حاجه قدام الكاميرا ممكن تستخدم ضدي في المحكمه، فلهذا احنا ما كسرنا شيء، هو مكسر من الاول.